قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الآن لن يكون في مصلحة حكومة الوفاق الوطني الليبية. وأوضح تشاوش أوغلو في مقابلة لقناة خبر ترك أنه لابد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف إطلاق النار. وأضاف أن تركيا ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقا لاتفاقية مع ليبيا ومستعدة للعمل مع شركات من دول أخرى لم يسميها. أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق إنشاء قوة عسكرية مشتركة لتأمين مداخل المنطقة الغربية ومخارجها وحماية العاصمة طرابلس. وقال الجيش في بيان إن آمر المنطقة العسكرية الغربية أصدر قرارا بتشكيل قوات مكونة من 500 جندي لكل منطقة، وأعلن أن من مهام القوة مكافحة ظاهرة تهريب الوقود والسلع والسلاح غير القانوني والهجرة غير النظامية. من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري صبري بقادون في مؤتمر صحفي في مقر الخارجية التونسية إن هناك توافقا تاما بين تونس والجزائر حول الملف الليبي. وأعرب بقادوم عن أمله أن تشجع هذه الجهود المشتركة على تغليب صوت الحكمة على حد تعبيره. أملي بأن جهودنا المشتركة ستشجع الأشقاء الليبيين على تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصلحة الوطن من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار للتواصل إلى تسوية سياسية ليبية تنهي معاناة الشعب الليبي وتمكن من تحقيق تطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية. آمين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال إن الاستقرار في ليبيا أساسي لأمن أوروبا ودعا لاستئناف فوري وغير مشروط لمحادثات السلام. إلى ذلك انتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدء تركيا عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وذلك ردا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو عزم بلاده بدء التنقيب في المتوسط بناء على الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. ودية الأحاديث الجانبية لم تخفف من حدة انتقادات أوروبا لتركيا. بروكسل تبدي امتعاضها من قرارات أنقرة الأخيرة وتنذر بتصاعد التوتر أكثر. علاقتنا مع تركيا ليست بأفضل حالاتها، يقول جوزيف بوريل ممثل سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أن الملف التركي يحتل مساحة كبيرة من أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين. جل الاستياء الأوروبي هو عزم تركيا بدء التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، قرار كان قد أعلن عنه وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو وبرره باتفاقية التعاون التي أبرمتها بلاده ومع حكومة الوفاق الوطني الليبية. الأمر لم يقف عند شرق المتوسط وغازه الطبيعي، بل تعداه إلى اتهامات بالهجوم على الحضارة من قبل وزير خارجية لوكسمبورغ، وذلك على خلفية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد. الشقاق التركي الأوروبي تغذيه فرنسا التي لم يرق لها تنامي الطموح التركي على الأرض الليبية. بعد رهان باريس الخاسر على حفتر وضبابية مستقبل امتيازاتها النفطية والاستراتيجية، وجدت أنقرة عثرة في طريقها، وبذلك بدأت بينهما حرب التصريحات النارية. فرنسا تترأس المعسكر المعارض لتركيا داخل المنظومة الأوروبية، وتركيا من جهتها تناور باستمالة إيطاليا وتلوح بورقة اللاجئين، كما تذكر الأوروبيين بعدم وفائهم باتفاق عام 2016 المتعلق بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول مقابل وقف موجة لجوء جديدة إلى القارة الأوروبية. متحدية الانتقادات والاعتراضات، السفن التركية تبحر عبر المتوسط بحثا عن الغاز والنفوذ، وتشعل أزمة في علاقاتها مع أوروبا، مما يزيد من ابتعاد أمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وإلى مراسلين الآن من بروكسل لبيب فهمي، من أنقرة أحمد غنام، ومن طرابلس عبد الناصر خالد. أبدأ معك لبيب، تصريحات أوروبية لكن تبقى في إطار القلق والاستياء، حتى تصريحات الرئيس الفرنسي تأتي في هذا السياق. ما الاعتبارات التي تدفع الأوروبيين إلى عدم التصعيد العملي مع تركيا؟ طبعا تركيا تمتلك ربما مفتاح الدخول إلى أوروبا لملايين اللاجئين الذين يأتون عبر البحر أو عبر البر، وبالتالي فربما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم عاجزا عن اتخاذ أي قرار في حق تركيا وأنقرة، فقط الإعلان على ضرورة التوصل إلى حل بشكل دبلوماسي إلى كل المشاكل العالقة بين أنقرة وبروكسل، ولكن أيضا التفكير في مجموعة من العقوبات التي قد تتعلق فقط بملف واحد، وهو ملف التنقيب عن الغاز الذي يتعلق بحدود أوروبية، أي حدود قبرص. إذن فالأوروبيون اليوم عبروا في خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن عجزهم في التعامل مع تركيا، وبالتالي هو الذي دفع رئيس أو وزير خارجية أوروبا إلى القول بأننا يجب أن نجد حل لهذه المشكلة، حل دبلوماسي بين السياسيين الأوروبيين والتركيين، وذلك خاصة بأن ألمانيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي لا تريد أزمة مهاجرين جديدة أو أزمة لجوء جديدة، وبالتالي فهي تدفع على عكس فرنسا باتجاه حل سياسي وحل دبلوماسي مع أنقرة، هذا الحل الذي لا يبدو حتى الآن في الأفق. نعم، أحمد غنام مراسلنا في أنقرة، ودعني أستند إلى ما تفضل به مراسلنا في بروكسل لبيب حول هذه الورقة القوية لدى تركيا حول ملف اللاجئين والهجرة نحو أوروبا. موقف تركيا واضح وتصريحات واضحة بخصوص ليبيا، بخصوص التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وهي تستند إلى هذه الورقة ربما وأوراق ضغط أخرى، لكن داخل تركيا هل هناك ما يشي بأن تتراجع ربما تركيا عن هذه التصريحات في حال تم تلبية بعض الطلبات التي تطالب بها تركيا، مثلا انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ وسام، بالواقع يبدو أن أنقرة تدرك جيدا بأنها لم تعد مرتبطة بشكل كبير في العلاقات مع بروكسل، أو هي بحاجة إلى التعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي كما كانت تعتقد سابقا خلال السنوات الماضية، من خلال لهجة المسؤولين الأتراك ومن خلال ما يكون له من صدى في الصحافة التركية وبالشارع التركي. يبدو اليوم أن تركيا خاصة بعد قرار آيا صوفيا، هذا القرار الذي يعتبره الكثير من الأتراك هو الأصعب في تاريخ هذه الحكومة، حكومة العدالة التنمية، وكذلك في تاريخ الجمهورية التركية، تعتبر الآن أنقرة بأنها أصبحت مستقلة عن سياسة الاتحاد الأوروبي وليست هي مضطرة دائما للترجي. اليوم حسب ما تحدث وزير الخارجية مولود تشاوشأوغلو، ليست مضطرة تركيا للترجي والبكاء على أبواب أحد بعد اليوم، وهي ليست بحاجة إلى التذلل أمام أحد. قال بأن نحن كوزراء خارجية نحن مطلوب منا أن نقوم بالتعبير عن آرائنا وعن موقفنا، لكن لن نقف على أبواب أحد للتذلل، وهنا إشارة إلى الاتحاد الأوروبي تحديدا. وقال خلال الأسبوع الماضي في لقائه مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال بأن إن كان هناك لدى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد تركيا من خلال موقفها في الملف الليبي أو من خلال موقفها في التنقيب عن الغاز في الشرق المتوسط، فإن أنقرة لن تقف دون رد على الاتحاد الأوروبي. الآن السؤال، ماذا يمكن أن ترد تركيا على الاتحاد الأوروبي من رد على العقوبات؟ الآن ما تقوم به تركيا الآن في الملف الليبي هو يبدو هي تقول بأنه في إطار حفظ أمن دول الناتو، وهي الآن تقوم على من أجل حماية أمن واستقرار منطقة الشرق المتوسط، وتقول أيضا بأن ما تقوم به اليونان وقبرص من محاولة خداع، هكذا كان تحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو، من خداع مصر حول اتفاقيات موهومة وذلك من نعم أجل أحمد. استبعاد تركيا بشكل كامل جميع ما يدور في شرق المتوسط. هي تقول اليوم، يقول تشاوشأوغلو بأن لا يمكن أن يتم أي شيء في شرق المتوسط وفي الملف الليبي دون موافقة وإذن تركيا بعد اليوم. عبد الناصر، يبدو بأن قوام القوة المشتركة لحماية طرابلس قد تكشفت، وبالتالي هناك تحشيد في محيط مدينة سرت، بالتالي ما يجري على الأرض في ليبيا إلى أي مدى يتناغم مع التصريحات التركية اليوم بعدم القبول بوقف إطلاق النار؟
عبد الناصر؟ عبد الناصر تسمعني؟ لا يبدو أن عبد الناصر يسمعنا. شكرا لمراسلينا أحمد غنام، لبيب فهمي وعبد الناصر خالد.